بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله تكونوا كلكم كويسين وبصحة، وان شاء الله يبعد عن حضراتكم اي شر باذن الله. النهارده هنتكلم عن حاجة اسمها الاري. نعرف الاول يعني ايه اري، وبعدين نشوف ازاي يتم تمثيله جوه السي بلس بلس. لما بنيجي نتكلم عن الاري، خليني افكر حضراتكم زمان لما كنتوا في ثانوي كنتوا بتاخدوا حاجة اسمها الماتريكس او مصفوفات المحددة. كان ايه هي عبارة، يعني عبارة عن ايه المصفوفة والمحدد؟ كان عبارة عن مجموعة من العناصر بتبقى مرصوصة جنب بعضها بشكل معين، وكانت العناصر دي بتبقى من نوع واحد، وكانت العناصر دي بتبقى غالبا ليها علاقة ببعض. المصفوفة هي الاري، او خلينا نقول بأدق شوية الاري هو صف واحد بس جوه المصفوفة دي. فلما اجي اقول لحضرتك يعني ايه اري، الاري هو عبارة عن صف من البيانات. البيانات دي بتكون مترتبة بأي ترتيب انت عاوزها، بس بيكونوا كلهم ليهم نفس النوع، كلهم من نفس النوع. تعالوا نبص مع بعض على يعني ايه كلمة array. لما باجي اتكلم على الاري هلاقي ان الاري هو عبارة عن مجموعة من العناصر، هو series of elements، والعناصر دي كلها of the same type، ليها نفس نوع البيانات هو هو، وبيتم تخزينهم في الميموري على شكل continuous locations. يعني ايه؟ يعني لو جيت قلت ان انا عندي مثلا array، وان الاري دوت هو اسمه foo، احنا هنسميه بالاسم دوت، والاري دوت هو نوع انتجر. ده معناه ان انا لو جيت قلت لحضراتكم ان دي الميموري بتاعتي، وجيت قلت ان الاري بتاعي هو عبارة عن 10 اماكن، يبقى انا هحجز 10 اماكن جوه الميموري بتاعتي بالترتيب ورا بعض، وكل مكان من الاماكن دي هيشيل نوع معين من البيانات. لو انا جيت افترضت هنا ان الاري بتاعي نوع انتجر، يبقى ده معناه ان كل مكان من الاماكن دي هو عبارة عن 2 بايتس. ليه هو 2 بايتس؟ لان الانتجر بتاعي عشان اشيله بشيله ب 2 بايتس. يبقى معنى كلمة array هي مجموعة من العناصر، والعناصر دي بتبقى من نفس النوع، من نفس الداتا تايبس، والعناصر دي بيتم تخزينها جوه الميموري في continuous locations، يعني ورا بعض بالترتيب. مش بس كده، ده انا كمان كان adding an index to a unique identifier. يعني ايه؟ يعني عادة بيبقى في عندي مؤشر، عندي فهرس، عندي حاجة variable معين يقدر يشاور على الأرقام دي. فبسمي مثلا المكان ده المكان رقم 0، يبقى المكان اللي بعده مكان رقم 1، يبقى المكان اللي بعده مكان رقم 2، رقم 3، وهكذا لحد ما الأري بتاعي كله بيخلص. يبقى أنا لما أجي أقول يعني إيه كلمة أري، ببساطة الأري هو عبارة عن مجموعة من العناصر مترتبة مع بعض من نفس الترتيب، من نفس النوع، وبيتم تخزينها جوه الميموري بشكل continuous ورا بعض. تعالوا نبص على امثله. لما اجي اقول لحضرتك مثلا انا عايزه اعمل اري، والاري دوت اسمه بالانس، والبالانس دوت انا هخزن فيه في المكان الاولاني في المكان رقم 0 هخزن فيه الرقم ده، في المكان رقم 1 انا هخزن فيه الرقم ده، في المكان 2 و3 و4. يعني معنى كده ان الاري بتاعي هو عباره عن 5 عناصر، 1 2 3 4 5، والخمس عناصر هم بالشكل اللي قدامنا ده. لاحظوا حاجة يا جماعة، ان الاندكس بتاعي او العداد بتاعي او الفهرس بتاعي او المؤشر بتاعي لازم يبتدي عندي بالصفر. يبقى هم 5 عناصر ببتدي بصفر، يبقى معناه ان انا هنتهي عند العنصر رقم 4. يبقى علشان اعرف array من النوع اي حاجة وليكن float النوع دوت وهسميه balance، يبقى انا محتاجة اشوف ازاي السي بلس بلس بتقدر تعرف لي الكلام دوت ازاي. عشان اعرف array جوه السي بلس بلس، فانا باجي اقول ببساطة شديدة، احنا كنا متعودين دايما نقول نوع الداتا تايب انتجر فلوت اي حاجة، وبعدين بكتب اسم المتغير بتاعي. هنا الوضع بيختلف شوية، هنا بكتب اسم المتغير وبعدين بفتح الاقواس المربعة وبكتب جوه الاقواس دي عدد الاليمنتس جوه الاري. لو انا بصيت على الاري اللي عندي هنا عدد الاليمنتس فيه 5، يبقى مجرد ان انا بكتب العلامة دي او الاشارة دي اللي هي البراكتس وجواها ال5، هو بيفهم ان الفاريبل دوت هيتحجز له جوه الميموري مكان مخصص لخمس ارقام من النوع فلوت. طيب لو انا عايز ادخل الخمس ارقام دولت مباشرة، يبقى انا في الحالة دي بفتح الاقواس بتاعة المجموعة وبكتب الارقام بتاعتي الخمس ارقام بالترتيب اللي انا عاوزاه. يعني معنى كده ان كل واحد منهم هيخش في الترتيب اللي مكتوب فيه، وهكذا. في طريقة تانية لتعريف او ان انا اعمل declaration للاري. التعريف التاني هو ان انا استخدم الصيغة دي،
وحالة ان انا استخدمت الصيغة دي، انا هنا بقول له float balance وما كتبتش هنا ارقام. طب ليه يا جماعة انا ما كتبتش هنا ارقام؟ لان انا مدياله هنا التعريف بتاعي، مدياله هنا عدد الارقام، فهو كسي بلس بلس او ككومبايلر هو بيجي بمنتهى البساطة يروح عادد الارقام دي كام واحد، ادي 1 2 3 4 5، ويروح هو منه لنفسه معرف المتغير بتاعي دوت ويحجز له جوه الميموري 5 مكان. ممكن يكون في عندي تعريف تاني، هو ان انا اجي اقول له بالانس وافتح الاقواس بتاعتي وبكتب 5 بس وبقفل، وده معناه ان انا ما حطيتش قيم جوه الاري، وده معناه ان الاري بتاعي القيم بتاعته انا هكتبها او انا هدخلها بعد كده في البرنامج نفسه. تعالوا بصوا معايا على الامثله دي. انا هنا مثلا بعرف اري اسمه فو، والاري ده عباره عن اري اوف 5 elements، فرحت قايله له فو، فتحت الاقواس وحطيت له 5 elements وعملت initialization، يعني اديت له القيم من البدايه، وكل قيمه من القيم دي على طول بتروح تتخزن جوه اللوكيشن المقابل للاندكس بتاعها، او تتخزن في المكان المقابل للترتيب بتاعها. نفس الحكايه اهو، تعريف تاني لاري تاني، وانا اقدر في البرنامج بتاعي اعرف اي عدد من الاريز انا عاوزاها، وحطيت كل متغير في مكانه. طيب لاحظ هنا حاجه، لاحظ هنا ان انا عرفت المتغير بتاعي واديت له 5 اماكن، لكن لما جيت دخلت له ارقام دخلت له 3 بس. في الحاله دي التلات ارقام حجزوا اول 3 اماكن جوه الاري، لكن اللي بعد كده اتحطت فيهم زيروز، وتقدر بعد كده في البرنامج انك تشتغل عليهم باي شكل انت عاوزه. طب لو جيت قلت لك في البرنامج اطبع لي الاري في المكان رقم 2، طب عشان اعمل حركه زي كده اقدر اقول له بمنتهى البساطه سي اوت العلامه بتاعه الاري بتاعي اللي هو اسمه بار مثلا اللي هو الاري الثاني، وهاجي هنا اقول له 1. ايه الواحد ده؟ يعني اطبع لي اللوكيشن رقم 1 بدل ما هو اللوكيشن رقم 0، يبقى ده اللوكيشن رقم 1، يبقى ابص الاقيه راح طابع لي على الشاشه رقم 20. يبقى انا اللي باختصار اللي بحدد انا هعمل ايه مع الاري. تعال بص معايا على مثال زي اللي احنا حاطينه لك ده. عشان ابص معاك على المثال دوت، هو بيعمل ايه البرنامج دوت يا جماعه؟ البرنامج ده كل اللي هو بيعمله انه بيدخل لي 100 رقم جوه الاري، وبيحط لي ال 100 رقم دول عباره عن الارقام من 100 لحد 200، يعني 100 101 102 103 وهكذا. طيب طبعا البدايه بتاعه البروجرام ده البدايه العاديه، اتفقنا يعني ايه ايستريم، والبدايه بتاعه البروجرام من اول كلمه 2. جيت هنا اهو رحت معرفه المتغيرات بتاعتي، ورحت معرفه له متغير اسمه ان، وهو ده الاري بتاعي، واديت له 10 اماكن، يعني معنى كده ان انا حجزت جوه الميموري 10 اماكن. طيب بدات بعد كده اعمل حاجه اسمها انيشاليزيشن للاري. طب علشان اعدي على العشر اماكن واعمل لها ادخال، او اعدي على 10 اماكن واعمل لها اخراج، يبقى الفور اللي احنا خدناها المره اللي فاتت على طول هي انسب حل اخليني اعدي على الاري. يبقى دايما الاري يا جماعه، ذكرنا كلمه اري يبقى الفور دي معاها، ذكرنا كلمة ماتريكس اللي هي 2 dimensional array يبقى الفور دي رخرة معاها، يبقى الفور دي عامل أساسي في أي تعاملات ممكنة مع الأريز. طيب تعالوا نشوف الفكرة من استخدام الفور statement. أنا بقول له فور من أول الـ i بتساوي 0 لحد الـ i أقل من الـ10، يعني من أول الـ i بيشاور على المكان رقم 0 لحد ما تبقى الـ i دي بتشاور على المكان رقم 10. طيب هتعمل إيه يا عم الحاج بقى؟ قال لك ان اوف الاي، ان اوف الاي يعني ايه ان اوف الاي؟ ان ده اسم الاري، ان اوف الاي يعني اللي في الاندكس رقم اي. طب ما انا عندي لسه الاي دي بصفر لانها لسه في اول لفه، يبقى الاندكس اوف الزيرو، ان اوف الزيرو يعني المكان الاولاني جوه الاري بتاعك. طيب المكان الاولاني جوه الاري بتاعك ان اوف الزيرو خليه بيساوي كام؟ خليه بيساوي اي اللي هي 0 بلس 100. يبقى معنى كده ان هبص الاقي هنا 0 بلس 100، يبقى الاقي المكان الاولاني جوه الاري بقى جواه 100. خلصت الجمله دي ورحت نازله على لقيت القوس، القوس ده يطلعني تاني عند الفور من الاول وجديد،
لما يطلعني عند الفورم الاول الجديد الاي بقت المره دي بكام؟ بقت بواحد، يعني معنى كده اني هشاور على تاني مكان جوه الاري بتاعي. الاي بتساوي واحد، يبقى ان اوف الاي ان اوف الواحد ان مع المكان الاولاني جوه الميموري عباره عن الاي زائد 100. الاي هي بواحد، يبقى واحد زائد 100. ابص الاقي هنا اتكتب لي 101. نزلت لقيت الاقواس، ارجع اطلع لفوق مره تاني. المره التانيه دي لما طلعت بقت الاي بكام؟ بقت الاي ب2. يبقى ان اوف الاتنين ان اوف الاتنين يعني المكان رقم 2، ومكان رقم 2 يعني المكان التالت 0 1 2. طيب خليه بيساوي كام؟ خليه بيساوي اي زائد 100. الاي ب2 يبقى 2 زائد 100. يبقى بص الاقي اللوكيشن دوت بقى مكتوب جواه 102. طيب نفس الحكايه يا جماعه، انا هطلع وانزل هطلع وانزل عدد 10 مرات، وده معناه ان في اخر مره ابص الاقي الاري بتاعي موجود فيه 109. ليه 109؟ لان انا اقل من او يساوي العشرة، بدات بالصفر ونهيت عند التسعة. الموضوع سهل جدا. هي الفكره باختصار اني لازم ابقى عارفه ان اي اري في الدنيا ما ينفعش اشتغل عليه الا لو عندي فور او عندي لوب بشكل عام. طيب دخلت القيم دي عايزه اطبعها، ما انا لو عايزه اطبعها انا ما اقدرش اقول له اطبع لي كده على طول سي اوت واخلص، لا لازم اعمل فور، والفور دي هي كمان تعدي من اول عنصر لحد اخر عنصر، وكل عنصر تلاقيه تبدا تطبعه. سيبك من سيت دبليو اللي انا حطاها دي، انا هنا هاجي اقول له اطبع لي الري الان اوف الجي. طب ايه هي الجي؟ الجي هي عداد من اول صفر لحد اقل من العشر. اطبع لي ان اوف الزيرو يعني اطبع لي العنصر الاولاني جوه الاري، اطبع لي ان اوف الوان اطبع لي العنصر الثاني جوه الاري، ان اوف 3 ان اوف 4 ان، ابص الاقيه راح طابع لي الارقام العشرة اللي انا مخزناهم جوه الاري. بص كده معايا على شكل الاوتبوت بتاعك، ادي الاوتبوت اللي طالع لحضرتك، ادي الفاليوز اللي متخزنه جوه الاري، وهو دوت النتيجه اللي طلعت لك لما تشغل البرنامج ده. فكره الاري ببساطه يا جماعه هي اسهل فكره ممكن بني ادم فينا يحفظ بيه ارقام او يحفظ بيه حتى حروف ككاركترز او كسترينج. يعني لو انا عايزه اكتب مثلا كلمه احمد، فانا احمد دي مفيش عندي حاجه جوه السي خليني اعرف اكتبها بسهوله، لكن ممكن اعمل اري واخلي نوعه كاركتر واقول له الاري ده مثلا من 5 حروف، يبقى الاليمنت الاولاني الاي، الاليمنت الثاني الاتش، الاليمنت الثالث ام اي ودي، يبقى ال5 حروف بتوع كلمه احمد هم ال5 حروف بتوع الاري، او هم ال5 عناصر بتوع الاري. تعالى بص معايا على المثال دوت. المثال دوت انا بقول لك رايت ا سي بلس بلس بروجرام تو فايند ذا لارجست اليمنت ان ا جيفن اري اوف انتجرز. يعني لو انا اديت لك اري من الانتجرز، مجموعه من الانتجرز، وطلبت منك انك تطلع لي اكبر قيمه جوه الاري، طلع لي الماكسيمم نمبر اللي في الاري دوت. تعالوا نكتب مع بعض البرنامج دوت. لو انا جيت قلت لحضرتك البرنامج اهو، فطبعا بدات بهاش انكلود والكلام اللي هو المعتاد اللي احنا اتعودنا عليه، وجيت قلت لك البرنامج بتاعي ابتداء من هنا، انا البدايه بتاعتي فعليه هنا، رحت عامله ايه؟ رحت معرفه اري، هو ما ادانيش طول الاري دوت، فانا افترضت مثلا ان طول الاري دوت عباره عن 6، وده معناه اني بقول له عرف لي متغير سميه لي اري، ادي الميموري بتاعتي فيها متغير اسمه اي ار ار، والاي ار ار دوت متخزن له 6 اماكن جوه الميموري. طيب وبعد كده قلت له الاماكن جوه الميموري دي اول رقم فيهم 9 6 8 2 3 10. يبقى انا عملت initialization، حطيت قيم ابتدائيه، عرفت الري وحطيت له القيم اللي انا عاوزاها. بعد كده هاجي اقول له انا عاوزه اطلع، انا عايزه اطلع، طبعا دي غلطه معلش، انا عايزه اطلع اكبر قيمه داخل الاري. عشان اطلع اكبر قيمه داخل الاري فبقول له انتجر ماكس، عرفت متغير تاني، سوري هي الاي هنا زي ما هي يا جماعه معلش انا اتشغلت. هاجي هنا اقول له انتجر ماكس، الماكس دي عباره عن ايه يا جماعه؟ الماكس دي عباره عن قيمه هحط فيها او مكان هخزن فيه اكبر قيمه جوه الاري، يعني ده جزء من الميموري وده عباره عن مكان هخزن فيه اكبر قيمه موجوده. وبعد كده عندي اي، والاي ده العداد اللي انا هلف بيه على الاري بتاعي كله. طيب
اتفقنا دايما كلمة array مرتبطة ارتباط وثيق جدا جدا بالفور. فباجي اقول له فور من اول الاي بتساوي صفر، اول عنصر عندي هو العنصر رقم صفر، لحد اقل من او يساوي الخمسة، اقل من او يساوي الخمسة هو ستة عناصر، يبقى اما كنت اقول له اقل من الستة يا اما اقل من او يساوي الخمسة. طب اعمل ايه؟ بدأت اقول له قال، خدنا احنا مع بعض الاف ستيتمنت. قلنا يا جماعة يعني ايه الاف ستيتمنت؟ قلنا هاجي اقول له الاري اوف الاي، اول حاجة عندي الاي بصفر، يبقى الري اوف الزيرو المكان في المكان رقم زيرو اكبر من الماكسيمم. اكبر من الماكسيمم لان الزيرو الماكسيمم كان بزيرو، فالتسعة اكبر من الزيرو. حلو قوي. تحصل ايه بقى؟ قال لك حط الماكسيمم ده، حط فيه الاري اوف الاي، يعني التسعة اللي عندك دي حطها جوه الماكسيمم بتاعي، يعني ده معناه ان الماكسيمم ده في جوه الميموري بتاعتي رقم تسعة. طب هل ده اكبر قيمه جوه الاري؟ لاحظوا معايا ان اكبر قيمه جوه الاري لسه ما جاتش، اكبر قيمه جوه الاري لسه في الاخر خالص. طيب نزلت لقيت القوس، القوس يرجع يطلعني تاني لعند الفور ستيتمنت. هاجي هنا اقول له فور، بس المره دي الاي عندي بواحد، يعني بشاور على عنصر اللي بعده. هاجي هنا تحت اقول له لو اف ان الاري اوف الاي، الاري اوف الاي اللي هي ايه؟ اللي هي الستة، الاري اوف الون اللي هي الستة، اكبر من الماكسيمم، والماكسيمم فيه تسعة، لو اكبر من نفذ مش اكبر عديها. طبعا هي الستة مش اكبر من تسعة، فده معناه انه مش هيعمل حاجة، يرجع يطلع مرة تاني، ولما يطلع مرة تاني هيبقى الاي عندي باتنين، يبقى ده معناه انه بيشاور على رقم تمانية، ويبدأ يقارن هل التمانية اكبر من التسعة؟ لا، يرجع يطلع تاني وتالت ورابع لحد ما يوصل عند الرقم بتاع العشرة، يلاقي ان الاري اوف الخمسة، الاري اخر لفه، الري اوف الخمسه اكبر من الماكسيمم، العشره، الري اوف الخمسه يعني القيمه اللي موجوده في الحته دي، القيمه اللي موجوده في الادرس رقم خمسه، القيمه اللي موجوده في اللوكيشن رقم خمسه، هل القيمه دي اكبر من الماكسيمم؟ الماكسيمم فيه تسعه، يروح مبدل ويحط لي العشره مكان التسعه، وفي الحاله دي انا اقدر اقول له سي اوت، خرج لي او اطبع لي القيمة بتاعت الماكسيمم اللي هي القيمة بتاعت أعلى رقم جوه الأري. تعالوا نشوف مثال تاني. لو أنا جيت قلت لك write a program to search for an element in a given array، دور لي على element معين، دور لي على رقم معين جوه الأري. عشان أدور على رقم معين جوه الأري عشان اقوله دور لي على في الشكل اللي قدامي هنا، عرفت متغير، عرفت الاري، وعرفت ادي الميموري بتاعتي. الميموري بتاعتي عباره عن ست اماكن، الست اماكن للست ارقام اللي موجوده جوه الاري، وجيت حطيت الاري بتاعي ارقامه تحت بعض، وجيت في الاخر رحت معرفه متغير اسمه نمبر، ونمبر دوت هو الرقم اللي انا هقراه، اللي انا عامله له هنا سي ان، هو ده الرقم اللي انا هدور عليه اذا كان موجود جوه الاري ولا لا. وجيت قلت لحضرتك مثلا رقم 3، انا عاوز اسيرش على رقم 3، التلاتة موجوده جوه الاري وهو ده الرقم اللي انا بدور عليه. امشوا معايا كده خطوه خطوه. طبعا طالما في اري يبقى طالما فيها 4، طالما فيها اري يبقى فيه 4. تعالوا نبتدي مع بعض. جيت قلت له 4 من اول الاي بتساوي 0 لحد الاي اقل من او يساوي 5 اي بلس بلس، فاول لفه الاي بصفر، روح على المكان رقم صفر، المكان رقم صفر اللي هو مفترض التسعه، هل التسعه دي هي هيها ايكوال ايكوال النمبر التلاته اللي انت بدور عليه؟ لو اطبع، لو لا ارجع لف تاني واطلع ليه فوق. طبعا ما بيساووش بعض فيرجع يطلع لفوق. اللفه اللي بعديها الاي ب 1، اي 1 يعني بيشاور على الالمنت اللي بعده اللي هو رقم سته، هل الستة دي ايكوال الرقم اللي انا بدور عليه؟ الاجابة لا، يفضل يطلع وينزل يطلع وينزل لحد ما يلاقي رقم تلاتة، ويروح طبالي على الشاشة ان هو لقى رقم تلاتة. التعامل مع الاري سهل جدا، لكن اصعب ما في الموضوع هو ان انا هستخدم الفور ستيتمنت، واتفقنا دايما لما نستخدم الفور لازم اراعي اني ما ادخلش في انفينيت لوب، او ما اراعي ان انا ما دخلوش في دايرة ما يعرفش يخرج منها. ان شاء الله المره الجايه هنتكلم على حاجه اسمها على الاسلكت كيس، اشوف حضراتكم على خير باذن الله.
وبعدها هنبدأ.